لكن خليني اقول لكم انه حتى بعد الكلمه اللي القاها اردوغان النهارده حصلت مجموعه من الاحداث هنشوفها في يقتل القتيل خلونا نشوف الاستاذ فراس ابو هلال بيتكلم على خطاب اردوغان هل باعت تركيا خاشقجي بيقول كان كثير من العرب على ما يبدو يتمنون ان يخرج الرئيس التركي ويقول انه يتهم ولي العهد السعودي مباشره بجريمه اغتيال خاشقجي هؤلاء خاب املهم في الخطاب وبعضهم اتهم تركيا ورئيسها ببيع قضية خشبي ثمة قراءتان مختلفتان تماما لخطاب أردوغان اليوم قراءة شعبوية اللي هو الأولانية دي اللي هي الناس عايزة بقى الجماهير عايزة يطلع يقول آه هو اللي أمر محمد بن سلمان واسمه عندنا والتسجيلات بتقول دي القراءة الشعبوية وهي قراءة مهمة على فكرة وأخرى سياسية وهذا طبيعي جدا السياسية اللي عملها أردوغان طبيعي جدا بالنسبة لخطاب انتظروا الملايين كان معظم المنتظرين بلا شك يتمنون خطاب عالي السقف يرضي رغبتهم ولهذا فمن المتوقع أن يصاب البعض بخيبة أمل مبنية على افتراضات خاطئة من الأساس توقعت خطابا شعبويا أو توقعت خطابا شعبويا من رئيس دولة في قضية بمثل هذه الحساسية أيوة أنت آه الخطاب الشعبوي كويس لكن يا جماعة ده رئيس دولة ده مش وزير داخلية ده دا مش مدعي عام رئيس دولة وقضية حساسة مع دولة كبيرة جدا زي المملكة العربية السعودية. حمل خطاب أردوغان نقاط مهمة لكنه لم يكن خطابا شعبويا كما توقع البعض. الراجل ده لخص الموضوع. بصراحة كل كنت عايز أقوله أنت إذا كان أصابك خيبة أمل لدرجة أن البعض بيكلمني النهاردة يقولوا لي هو أردوغان باع القضية ولا إيه؟ أيوة مين اللي قال لك أنه باع يعني؟ أنت اللي عندك مشكلة لأن سقف توقعاتك أنك طالب من رئيس دولة في قضية حساسة أن يبقوا جماهيري ويبقى زعيم سياسي وحزب معارض أو يبقى آه قائد عسكري في ميدان المسألة مسألة سياسية أه هي جريمة جنائية لكنها زي ما بيقول في راس أبو هلال في الأخر دي قضية حساسة جدا أنت أصابك خيبة أمل أه عندك حق لأن تركيا رفعت السقف أيوه لكن كمان عندك أنت مشكلة ده مش ماتش كوره هينتهي بالضربات الجزاء ولا مباراه مصارعه تنتهي بالضرب القاضيه او غيره دي سياسه